يا صباح التفاؤل والسعادة على كل أعزائي المشاهدين في برنامجكم 30 دقيقة مع هدى، ومعكم هدى العياط. طبعا كلنا بنتمنى السعادة أو حتى نقرب منها، وبندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة. لكن في بعض أوقات حياتنا من كتير في ضغوطات ومشاكل اللي ممكن تغير مفهومنا للحياة أو يختل توازننا النفسي، لكن في بعض الممارسات اللي بتساعدنا على استعادة التوازن النفسي. النهاردة هيكون معانا ضيفنا الجميل الدكتور محمد رجب، خبير العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذة هدى، إزي حضرتك؟ الله يسلم حضرتك. في البداية يا دكتور عايزين نعرف إيه هو مفهوم الاتزان النفسي. طيب مبدئيا بشكركم على الدعوة الكريمة، ويعني أنا بتشرف بوجودي مع حضرتك. الله يحفظ حضرتك. مفهوم التوازن النفسي يعني هو مفهوم عميق ومفهوم مطاط، وهي حالة جميلة إحنا لازم كلنا نتعود نعيشها أو عايزين نوصل لها، لأن هي حالة ما بين الثبات الانفعالي والفكري، هي حالة من الثبات ما بين العقل والقلب، هي حالة ما بين الثابت والمتغير، كلها حالات موجودة جوانا ولازم نسعى إن إحنا نوصل لها. وعشان نوصل لها لازم يكون في مخيلتنا أو نتعود على مجموعة من الحاجات. خليني أقول لحضرتك مبدئيا كده، يعني في مفهوم كده جميل حضرتك قلتيه كده في البداية اسمه السعادة. إحنا إزاي نوصل لمفهوم السعادة؟ ودي المرحلة الأولى لوصولنا للتوازن النفسي. السعادة يعني كل الحاجات اللي حواليا بتبقى كلها إيجابية. تمام. طيب هنفترض إن كل الحاجات اللي حواليا في حاجات كتير منها سلبية. الرضا والقناعة بكل الأشياء اللي بتحصل لي، وإن أنا هذه الحاجات نتيجة خبرات معينة أو أنا هستفيد من هذه الحاجات السلبية وحول شطارتي هذه النقاط السلبية لنقاط إيجابية، ده اللي بيوصلني لأول نقطة وهي السعادة في وصولي لهذه الحالة من التوازن اللي احنا بنسميه التوازن النفسي. النقطة التانية اللي بعد السعادة، لو أنا عندي مجموعة من الحاجات الإيجابية وأنا وصلت لهذه المرحلة من السعادة، في حاجة اسمها رضا النفس. رضا النفس يعني عندي قناعة بكل حاجة بتحصل لي حتى لو سيئة. رضا النفس والقناعة دي هي تاني نقطة بتوصلني للتوازن النفسي. طالما أنا عندي السعادة وعندي حاجة اسمها رضا النفس، بوصل أوتوماتيك لهذا النوع من أنواع التوازن. فبقدر أقول إن أنا عندي هذه الحالة من الثبات الانفعالي، هذه الحالة من الثبات الفكري، هذه الحالة من التوازن ما بين العقل والقلب، هذه الحالة من الثبات ما بين الثابت والمتغير. متغير. بالتالي بقدر أوصل لهذه الحالة الجميلة اللي احنا كلنا عايزين نوصل لها، ويبقى عندي حاجة اسمها الثبات الفكري والانفعالي اللي بتوصلني لهذه المرحلة من التوازن النفسي. طيب برضو يا دكتور الاتزان النفسي جوانب كتير مهمة في حياة كل شخص، ممكن نعرف ايه هي الجوانب الاتزان لكل شخص؟ طيب اول حاجة مهمة جدا وللأسف كتير مننا هي مش موجودة عنده، او كتير مننا مش قادرين نوصل لها، حاجة اسمها تقدير الذات. احنا دايما في الحالات العامة بنقول ايه؟ بنقول اي واحد فينا ممكن يصبر على اي حاجة او اي موقف او اي نمط حياة بس يحس بالتقدير. لو هو حس بالتقدير بتبقى عنده هذه الحالة من حالات التوازن، او بنوصل للنقطة دي اللي احنا بنقول عليها التوازن النفسي. فالتقدير بصفة عامة وخصوصا تقدير الذات، ولو انا حسيت بالتقدير بصفة عامة هيبقى عندي تقدير لذاتي، والعكس على فكرة، لو انا عندي تقدير لذاتي هوصل لهذه الحالة من الرضا اللي بتخليني يبقى اللي حواليا بيقدروني وفقا لتقدير لذاتي، فبوصل لهذه الحالة من التوازن النفسي. النقطة الثانية أو الجانب الثاني المهم جدا برضو
لان طبعا احنا التقدير دي نقطه مهمه جدا، وكتير مننا لا بيعرف يقدر ذاته ولا بيعرف يقدر الناس صح اللي حواليه. وبرده ممكن يزعل غيره برده بسبب التقدير ده. طبعا عدم التقدير بيخلينا يوصلنا لهذه النقطه. النقطه الثانيه المهمه جدا ان انا للاسف بتاثر بكل المشاكل اللي حواليا، فده جانب مهم جدا برضو احنا مش عايزين نوصله. تاثري بالمشاكل للاسف ساعات بيبقى الجو السلبي اللي حواليا بيأثر عليا بالسلب وليس بالإيجاب. بالإيجابي؟ فبيفقد هذه الناحية من التوازن اللي عندي. هذه النقاط السلبية خطورتها علينا إن إحنا للأسف بيبقى حوالينا أو المحيطين بينا من ذوي الأفكار السلبية. فبيرمي هذه الطاقة السلبية وبنقعد كتير على ما بنطلع من المود ده. صح. من الحالة دي. عشان كده دايماً بنقول إيه؟ الاشخاص السلبيين في حياتنا يا ريت نجتنبهم، يا ريت حتى لو في يعني عمل او شغل او حياه نقدر على قد ما نقدر نخلي فيه مساحه او مسافه بيننا وبين بعض. المسافه دي بتريحنا كلنا، ونخلي بالنا ان الشخص السلبي ده المسافه اللي احنا بنحطها بتبقى وسيله من وسائل العلاج بتاعته. تمام. يعني ان انا بعالجه ان هو ما يعدينيش بالطاقه السلبيه وابقى انا متاثر بالموضوع ده. اعلمه الطاقه الايجابيه. هو ده بقى. النقطة الثالثة المهمة جدا ان انا يبقى عندي اهداف واقعية للحياة. يعني ايه اهداف واقعية؟ يعني اهداف يسهل تحقيقها. لان انا لما بحط اهداف مستحيل تحقيقها دي نقطة مهمة جدا بتخلي عندي حتى بيحصل نوع من انواع التمرد على الذات. فبتوصلني نوع خطير من عدم التوازن النفسي الداخلي جوايا. عشان كده بنقول دايما الهدف وازاي نحققه ومراحل تحقيقه والستبس او الخطوات اللي احنا ممكن ناخدها عشان نوصل لهذا الهدف الواقعي اللي احنا ممكن نحققه فيعمل لنا هذا النوع من التوازن. بيدينا حياه سعيده ايوه ورضا. صح. ودي اهم حاجه. ونرضى بكل اللي حوالينا عشان نوصل للنقطه بتاعه التوازن النفسي. طب ايه هي بقى العوامل الوصول للاتزان النفسي يا دكتور؟ طيب خلينا برضو نقولها كده سريعا عشان دي مهمة جدا 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 لكل الناس. أول حاجة لازم كلنا نركز عليها الاستقرار الأسري. وإحنا للأسف عندنا حالة من حالات عدم الاستقرار نتيجة عدم قناعتنا بالطرف الآخر. دي مشكلة. الاستقرار الأسري دي أول حاجة بتعمل توازن. إحنا دايما حتى بنقولها بالبلدي كده، نقول لك اللي مرتاح في بيته او اللي بيته هادي بتلاقيه بيبدع بره. صح. او بيعرف ياخد باله من شغله ومن نفسه، هو بتلاقيه دايما كده ايه حتى وشه يبان عليه. يعني دايما لما نشوف حد نقول له يعني انت في مشكله عندك. اما متعصب يبقى متنكد في البيت. ايوه بالظبط. فالاستقرار الاسري ده عامل مهم جدا 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 في التوازن النفسي. النقطه الثانيه احنا بنبتدي بالاسره دايما. النقطه الثانيه بره نطاق الاسره، يعني طالما انا في بيتي مستريح يبقى بره اكيد هبقى مستريح. صح. وهوصل وهقدر احقق كل حاجه انا عندي طموح ليها. عشان كده العامل الثاني المهم جدا حاجه اسمها الاستقرار المهني. ولو ما عنديش استقرار اسري مش هيبقى عندي استقرار مهني. صح. لازم كل حاجه فيها هدف. لان للاسف احنا ما بنفصلش، لان للاسف احنا شعوب عاطفيه، العاطفه بتاثر علينا. فدايما عدم استقرار الاسري بيأثر دايما على مسيرتي وحياتي المهنيه. لو في استقرار اسري بالتالي اوتوماتيك بيبقى في حاجه اسمها الاستقرار المهني. العامل الثالث المهم والخطير جدا ان احنا للاسف ما بناخدش بالنا من صحتنا البدنيه. ودي مهمه جدا، الصحه البدنيه مهمه جدا ان هي بتعمل نوع من انواع التوازن. انت ما بين الجسم والنفس. عشان كده حتى نقول ايه؟ لو انت مكسل تعمل رياضه حاول تمشي شويه كل يوم. ان شاء الله نص ساعه. الاوبر خلاص وفر كل ده ده بيطلع كل الطاقات او الحاجات، لو في حاجات سلبيه لسه متبقيه بيطلعها. فبيخليني عندي نوع من انواع التوازن وبقدر ازاي احاسب نفسي كل يوم. حتى دايما لما نبقى ماشيين كده يقول لك الماشي ده بيطلع كل الطاقات السلبيه، بقعد افكر. صح. انا ليه كده؟ انا ليه عملت فكرت كده؟ فكرت بقى في اللي انا عملته كله. يعني حتى دايما ناخدها واحنا مش بنتمشى، ناخدها واحنا راكبين عربيه مع نفسنا، تلاقي كل الحاجات بتيجي في دماغنا، يقول لك انا ما بفكرش غير في الحته دي، ما بعرفش اخد قرار غير وانا لوحدي. عايزين نستغل طالما انا بحاسب نفسي وباخد قرار ناخدها في اهتمامنا بالصحه البدنيه، ولو ان احنا لازم نمارس الرياضه ولو رياضه المشي على الاقل نص ساعه في اليوم. جميل.
النقطة اللي بعد كده أو العامل اللي بعد كده المهم إن أنا إزاي أستفيد وأتعلم من إيه؟ من كل حاجة حواليا، تجارب أفراد، الدراما بتعرض إيه؟ أستفيد وأتعلم، التجارب الحياتية، المشاكل بتاعت الناس التانية، حتى لو أنا مش بمر بنفس المشكلة لكن أنا مهم إن أنا أعرفها وأعرف اتحلت إزاي. مش لازم أكون عندي عشان يعني لو في يوم من أفكر الأيام في اللي غير حد. بالظبط، عشان لو في يوم من الأيام وقعت في نفس المشكلة يبقى عندي الخبرة في كيفية التعامل معاها. فإحنا بنقول دايماً إيه؟ الاستفادة والتعلم من إيه؟ من كل حاجة حواليك، مهما كانت الحاجة بسيطة. إن في بعض الحاجات البسيطة ساعات بتبقى مؤثرة جداً في حياتنا، بتبقى مشاكل بسيطة جداً، يعني مثلاً اتنين مختلفين على حاجة هايفة جداً، بس بيلاقي الحاجة دي نتيجة تراكمات معينة في جاب كل شوية بتوسع ما بين الطرفين، فده بيوصلنا لحاجة اسمها الانفصال العاطفي أو الطلاق العاطفي، وبيؤدي بالتالي إلى تدمير الأسرة، وهي مشاكل صغيرة. حتى ساعات لما نقعد مع الناس هو إيه مشكلة اللي وصلنا للانفصال؟ يقول لك مش عارفين، هي مجموعة تراكمات بس إحنا عشان سبناها ايوه ما بصناش عليها وما ركزناش على كل حاجه فيها، عشان كده دايما بنقول ايه فكل حاجه تركمت. بالظبط كده، عشان كده دايما بنقول الاستفاده والتعلم مهما كانت المشكله بسيطه لازم نعلم نفسنا نستفيد من كل حاجه، ومهما كانت الحاجه صغيره لازم نديها الاهتمام كانها مشكله كبيره عشان ما يحصلش التراكمات، بالتالي ما يبقاش عندي استقرار اسري، بالتالي ما يبقاش عندي استقرار مهني. صح، فدي مجموعه من النقاط او العوامل اللي هي بتوصلنا لهذه الحالة من التوازن النفسي. طب امتى بقى يا دكتور نقول ان الشخص ده عنده قوة اتزان نفسي؟ طيب خلينا برضو نقول بقى، اقدر اقول ان الشخص ده عنده اتزان نفسي لما بيتعرض لمشاكل معينة ويبقى عنده حاجة اسمها الثبات الفكري والانفعالي. يعني الشخص ده في الضغوط الحياتية بيعرف ازاي يفكر، وبيعرف ازاي يتعامل مع المشكلات، وبيعرف ازاي يخرج من المطب اللي موجود في حياته دلوقتي. دي نقطة مهمة جدا. لما بلاقي الشخص ده عنده هذا النوع من الثبات الفكري او هذا النوع من الثبات النفسي، او احنا ساعات بنسميها الصلابة النفسية، في قدرتي قدرت على ان انا اعدي الحاجز، اتحمل المشكلة، بالتالي عرفت ازاي اواجهها، عرفت ازاي افكر فيها. صح. عرفت ازاي اجتاز هذه المشكلة. في الحالة دي بقدر أقول على الشخص ده إن هو عنده هذه الحالة من التوازن النفسي. طب الاتزان النفسي بقى يا دكتور اللي هو ما بين الطرفين الزوج أو الزوجة ممكن يأثر على العلاقة الزوجية ما بينهم؟ طيب في ناس كتير هتزعل من الكلام ده. طبعا عدم ده احنا عايزين الصح. طيب احنا خلينا نقول العقل والمنطق والواقع بيقول ايه. طبعا عدم وجود حالة من حالات الاتزان، اي حاله من حالات الاتزان بيؤدي الى نوع من انواع الخلل في العلاقه ما بين الطرفين. طيب. يعني لو انا مثلا ما عنديش ثبات فكري وانفعالي وما عنديش هذا النوع من الاتزان وشغلي مؤثر فيا، ونتيجه الخلط نتيجه عدم الاتزان بخلط ما بين المشاكل اللي بتحصل لي هنا، فبالتالي بتاثر على بيتي، فبلاقي حاله من حالات عدم الاتزان. عشان كده دايما بنقول للناس ايه، مهما كانت المشاكل اللي في شغلك، مهما كان حجم المشاكل، بنيجي عند باب بيوتنا خلاص وبنرمي مشاكلنا او مشاكل الشغل براها، وبنفصل ما بين العمل والاسره، والعكس لازم في شغلنا نفصل مهما كان حجم المشاكل الاسريه، نفصل ما بين الاثنين. الموضوع ده ساعات بيبقى فيه غايه الصعوبه لناس كتير. بيقول بقى اهم حاجه عندي شغلي وشغلي مش مهم. مشكله، احنا لازم نتدرب، بس ضيع حق نتدرب على كده. لازم نتدرب على كده ليه؟ لان المشاكل بتاعت الاسره، انا عندي مشاكل جوه بيتي وكلنا عندنا مشاكل، خلاص طلعنا بره بيتنا رحنا شغلنا لازم نفصل. ان المشاكل دي لو اثرت، لو في حاجه واقعه هتسحب التانيه، لو انا ما عرفتش افصل الاثنين بيأثروا على بعض بطريقه كبيره جدا. عشان كده لازم افصل ما بين الاثنين. ونخلي بالنا من حاجة، طيب حد يقول الكلام ده مش واقعي خالص، هقول لك إن نجاحك في عامل من الاتنين دول، يعني لو أنا نجاحي المهني ممكن يعدل كفة ناحية تانية، يخلي نوع من أنواع التوازن، فيؤدي إلى نجاح استقراري الأسري أو الخلل اللي موجود جوه البيت. في حاجات كتير بتتغير جواي، لكن أنا التأثر ده بتاع المشاكل هيوقعني الناحية التانية، الاتنين لو وقعوا أنا بيحصل لي نوع من أنواع التدمير. صح،
التدمير، فانا أيوة لا حالة مركز هنا نفسية ولا بقى. ولا مش مركز هنا، يعني انا لا مركز هنا ولا مركز هنا. فالموضوع ده مشكله كبيره جدا، عشان كده لازم نفصل ما بين الاثنين ونركز. حتى لو جنب عندي في خلل اركز في الجنب التاني، نجاحي في الحته دي بيرفع الناحيه التانيه، صح، بيرفع من روحي المعنويه، بيرفع ان انا بحس ان انا بحقق ذاتي، بحقق نفسي في مكان. نجاحي بيخليني انا بفكر ازاي انجح في الحتت اللي انا فشلت فيها، فبدور طالما انا عندي استقرار مهني بدور بقى ازاي يبقى عندي استقرار اسري وانا كان عندي مشاكل. تمام. فمش عايزين نستسلم ان انا عندي مشكله هنا بيأثر على شغلي، الاثنين بيقعوا، انا كده انتهيت، يعني انا كشخص انتهيت. ما ادورش بعد كده اقولش ان انا ما عنديش توازن، ان انا مش لا، نجاحي في حته معينه بيرفع قيمه الجانب الاخر، ودي نقطه مهمه لازم كلنا نعتاد عليها. صح. لان للاسف كلنا بنعمل غير كده. العقل لازم نفكر بعقل شويه، ولازم يبقى عندنا رضا، لازم يبقى عندنا قناعه مهما كانت المشاكل ومهما كانت حجم التحديات. ولازم نحط كده اسلوجن في حياتنا او شعار في حياتنا ان كل حاجه بتحصل ليها حكمه، كل تجربه بتحصل واحنا لازم نستفيد منها، ما ناخدش الجانب السيء، ناخد دايما الجانب المضيء. هي المشكله دي حصلت لي ليه؟ اكيد في غرض منها ان انا بتعلمني حاجه معينه، حتى لو ما بتعلمنيش اي حاجه خالص، بس انا استفدت وعرفت اشخاص معينه على الاقل ازاي بيتعاملوا معايا في ظل مواقف معينه. بيتعلم من بعض. بالظبط، فكل تجربه وليها فايده، فانا لازم اخد الجوانب الايجابيه وابتدي منها، مش الجوانب السلبيه اللي هي بتشدني في حته تانيه خالص. صح. طب دكتور برضو يعني عدم الاتزان النفسي ما بين الزوج او الزوجه، مين اكتر؟ معانا اتصال استاذ محمود دهب. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه هدى. ليس سلام حضرتك استاذ محمود. مع حضرتك محمود ابو الدهب مراسل صحفي بريد الشرق الاوسط. اهلا بحضرتك استاذ محمود. تحياتي لحضرتك والدكتور محمد وجميع العاملين بالقناه يا فندم. الله يبارك في عمرك يا رب. كنت عايز استاذن الدكتور محمد في سؤال صغير بعد اذن حضرتك. اتفضل يا دكتور. اتفضل استاذ محمود. يا دكتور حضرتك عارف يعني احنا الواحد ساعات بيبقى متحمس لحاجه معينه في الشغل، فتبص تلاقي سيادتك يعني بيجي مثلا صاحب العمل يعني انت واثق ان العمل تبع حضرتك بقى تاخد فيه 10 من 10، تبص تلاقي الكلام بيجي احباط شويه او يديك مثلا 8 من 10 او 7 من 10. فاستاذن حضرتك انا واثق من نفسي، ازاي ارجع ثقتي دي بعد ما اخرج من عنده؟ عشان انا ببقى خارج من عنده محبط. تحياتي يعني احنا سيادتك بنخرج محبطين فعلا، فطبعا الاحباط ده بيحصل كتير معايا ومع غيري. شكرا لحضرتك استاذ محمود. انا هاخد وقت، هبقى زعلان وهقعد اسبوع كمان على الكلمتين مثلا اللي كتبناهم او الموضوع اللي انا فكرت فيه. شكرا استاذ محمود على اتصال حضرتك. طيب انا بحيي المتصل الكريم وبحييه على ثقته بنفسه، يعني انه حد يقول كده، وان هو يعني احنا دايما بنقول ايه؟ احنا دايما بنقول يعني ادراكي ان انا عندي مشكله، يعني استاذ محمود انا بحييه ان هو بالفعل هو عنده ثقه بنفسه. صحفي بقى. والاستاذ محمود المكونات او نمط الشخصيه بتاعه هو عنده قدره على التحمل غير عاديه، دي لان هو عارف مشكلته فين. يعني هو واثق ان هو عامل الشيء كويس جدا، فدي اول مراحل الثقه بالنفس. هو عارف ان هو هيجيب 10 من 10، هو عارف ان التقييم بتاع المدير بتاعه وفقا لخبرته في الحياه، هو عارف ان التقييم ساعات بيبقى مجحف او ظالم شويه. على فكره كل دي عوامل ايجابيه خطيره في شخصيه او في نمط هذا الرجل. يعني في نمط هذا الرجل، بس هو بيقول لي ايه؟ ساعات انا بحس او بقعد عشان اخرج من هذه الكبوه الصغيره دي باخد وقت معين. فانا عايز اقول له ايه؟ اقول له ان انا عندي في المشاكل او في حاجه اسمها فن لحل المشكله او ازاي بخرج من المشكله. وفي حاجه اسمها قانون الجذب. خلينا نقول على الاثنين دول. ازاي بطلع من المشكله؟ ادراكي ان انا عندي مشكله، هو مدرك ان سبب احباطه شخص ما بيقدروش. دي أيوة. اول حاجه. عدم التقدير. بالظبط كده. بيدي الادراك ده لوحده، الادراك ده لوحده تلت حل المشكله. تلت حل المشكله ان هو عارف هو مصدر الاحباط بتاعه مين. وان ده عدم تقدير، نتيجه عدم تقدير، بس هو واثق من نفسه ان هو عمل الشغل بتاعه كويس قوي. النقطه الثانيه من الادراك ان انا بعمل ايه؟ باخد خطوات جديه. ده التلتين التاني، خطوات جديه ان انا ازاي اعدي هذه الازمه. صح. نعمل ايه؟
احنا دايما بنقول للناس بصفة عامة انا عندي نمطين ابعد عنهم، اهمهم النمط التسلطي. النمط التسلطي ان انا ابقى متسلط على كل الناس اللي حواليا، انا لازم ادي الاريحية، لازم ادي السبورت، لازم ادي الدعم حتى لو اللي قدامي ده بيغلط. صح. انت فاهمني؟ لان هو لو ما غلطش مش هيتعلم. اكيد طبعا. لو ما غلطش مش هيتعلم. فاحنا في الحالات اللي زي كده بنقول ايه؟ بنقول خلاص هي نقطه من اول السطر، زي ما احنا بنقول كده بالكلام العام، نقطه من اول السطر، ابتدي وادخل نفسي في حاجات تانية وانسى اللي فات ده. معدلات الانجاز بتاعتي ومعدلات الاداء كل ما بتزيد كل ده ما بيغطي على حاله او الحالات الاحباط اللي احنا بنمر بيها، وده اللي بيصحح الصوره اللي هي خطا واللي هي مش مظبوطه مع المدير المحبط. صح. معنا عداد برضو حضر لنا برضو سؤالين حلوين عاملين ترند جدا على السوشيال ميديا اليومين دول. اول حاله حنين، بنت اسمها حنين اتحبست او اتحكم عليها بالسجن 10 سنين. عايزين بقى حضرتك نقول لك بقى يعني تقول لنا دوت ايه هو حنين. عايزين نعرف ايه هو عدم التوازن عند حنين، عدم التوازن النفسي. طيب عند احنا دايما خلينا نقول عدم التوازن او الحاله بتاعت هذه الشابه المصريه، هذه الحاله احنا للاسف عندنا مشكله في التربيه، احنا عوامل التربيه الايجابيه للاسف مش كتير، مفيش مراقبه بقى، مش كتير في الاسر عارفينها. ليه؟ احنا للاسف مش عارفين نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، ان في فرق ما بين التنشئه والتربيه. يعني ايه التنشئه؟ يعني النشأ او الولاد بتوعنا في مراحل عمريه معينه، خلاص دي بنسميها احنا مراحل النشأ. التربيه بقى احنا بنخلط ما بين الاثنين. التربيه في كل مرحله عمريه انا بربي الاشخاص دول على ايه؟ تمام. على قيمنا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى 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 كل. صح. دي للاسف هي مش موجوده، بالتالي احنا وصلنا لهذه المرحله من اللي هو ايه، حالات الانفتاح الشديد واستغلال السيء للسوشيال ميديا، ولحد ما وصلنا لهذه المرحله. فاحنا دايما بنقول ايه، قبل ما نتعاطف مع شخص احنا نعرف الظروف والملابسات اللي حواليه، هل هو غلط ولا ما غلطش. لا اعتراض على حكم القضاء في الوقت ده، القضاء عادل جدا وعارف جدا، وفي ملابسات للموضوع ده هي درست بعنايه، وبالتالي الحكم ده كان يعني في الاول في الاخر بيرجع لعادات، هو في خلل للاسف، في خلل البيت، في البيئه، في خلل في التربيه، في خلل في القيم اللي احنا حطيناها في النشأة ده في المراحل دي، لحد ما احنا وصلنا لهذه المرحله من الانفتاح الشديد والاستغلال السيء للسوشيال ميديا. نعتذر لحضرتك، فاضل دقيقتين بقى، عايزين حضرتك تقدم لنا نصيحه لكل الطلاب الثانويه العامه بمناسبه بقى دخولهم الامتحانات. طيب احنا مبدئيا كده عايزين نبتعد عن اي جو فيه ضغوط معينه، مش عايزين الضغوط او الجو او الجو المشحون اللي حوالينا، ان احنا داخلين في الثانويه عامه، هي في الاول وفي الاخر مرحله، هي نقطه فارقه في حياتنا. عايزين نفكر احنا بكره وبعده احنا عايزين نبقى ايه، عايزين نركز في حاجات معينه، عايزين نهتم بمراحل النوم ان احنا بننام عدد معين من الساعات، عايزين نهتم بالاكل الصحي، بالعصاير اللي هي الفريش، كل ما هو فريش، عايزين نركز اكتر ونشوف احنا عايزين نوصل. نشكر حضرتك يا دكتور، الحلقه تمت معلش ومنى برضه لينا لقاء اخر تاني. انا اللي بشكر حضرتك. نشكر حضرتك يا دكتور في الحلقه، ونتمنى ان المشاهدين الكل استفادوا معانا، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم 30 دقيقه مع حضر عياط.